وصول الاهلي للنهائي ده ما يهدفش للاهلي، ما لازم الاهلي يوصل للنهائي. البطل يظهر شخصيته في المباراه النهائيه. انا عايز اقول ايه لما بتكلم عن السوشيال ميديا، بقول انه لازم الدعم بيكون دعم معنوي، بلاش التحفيل والدخول في امور والحديث عن الكلام. يعني خلاص يا جماعه، يعني مساله عاوز اقول ايه، لا لازم يبقى فيه وقفه والناس تاخد بالها منه. ايه هيبقى فيه نوع من الضغط على الاهلي والتشكيك ومرحله زي ما بتحصل في فترات، اسيب لك مشكله وارميها لك وامشي وراها. النادي الاهلي يعني ما... طب لو احنا اتكلمنا، يعني اخد رايك انت، يعني هتلعب الزمالك ولا الرجاء؟ انت تقول ايه؟ لا يعني البطل يلعب معايا، البطل يلعب معايا فريق، البطل اللي عاوز ياخد بطوله ما ينظرش للون الفانيلا. وبعدين انت عندك المفروض دوافعك قويه. يعني حتى لو واجهت الرجاء، مين قال ان الرجاء هيبقى منافس سهل لو انت واجهته في المباراه النهائيه؟ مين قال الكلام ده يا جماعه؟ تختلف الدوافع. الرجاء عنده غايب عن البطوله من سنه، يعني ما خدهاش، يعني خدها مره 97 اعتقد او 99 وما خدهاش تاني. وبعد كده وصل للفاينل 2002 مع نادي الزمالك وخسر البطوله هنا في القاهره 1-0. خلاص، فعنده ليها فتره غايبه عنده، وعنده كمان بطوله عربيه عنده فيها طموح برضه، هيلعب مع الاسماعيلي وهتبقى منافسه شرسه جدا. الزمالك طبعا عنده طموحات انه ياخد البطوله واللقب السادس ومن 2002، وعنده نفسين بيقول لك انا كسبت الاهلي مثلا مرتين في السوبر بضربات الجزاء ومباراه 3-1، واللعب بص كل طرف بيحاول يدي الافضليه والاهلي بيستحوذ. بس اعتقد استاذ محمود يعني اداء النادي الاهلي، وخاصه نتكلم بكل امان، اداء النادي الاهلي في مباراتي الوداد اذا كان ايابا وعوده او ذهابا وعوده، انا في اعتقادي انه بيوصل رساله لاي منافس، لا النادي الاهلي فريق قوي لكن ده دلوقتي ده فريق مرعب. مباراه الذهاب دلوقتي وصل لمرحله كبيره جدا من مباراه الذهاب كمان يا كابتن اخطر من مباراه هنا. يعني انت شايف مباراه لا فيها جهد صحيح. على فكره مباراه الذهاب كان فيها اداء اشعرك ان هو ده الاهلي، انه شخصيه البطل رجعت، الفوز انت افتقادك لظاهره الفوز خارج الملعب كانت عامله لك مشكله. مظبوط. ما انت تفوقك في الفتره اللي فاتت ايه؟ فوزك خارج الارض كان بيحسم لك كل اللقاءات، بيريحك خاصه في مباراه يعني الفيصليه المهمه جدا. انت الماتش اللي عملته بره كان مفاجاه لجمهور الاهلي، يعني الناس كانت كلها خايفه وغير متوقعه. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ واصل الوداد مش في مستواه، واصل الوداد يعني عارف انت ايه؟ يعني في ناس ما بتبصش انك انت كويس بقدر ما بيحاول يقلل من انك انت كويس ويقول لك الخصم ضعيف. لا سيبك من الكلام ده، هذا الكلام حتى في الكوره واحنا كمدربين مثلا نقول لك، ما حتى لو الخصم ضعيف في وقت من الاوقات الفرقه الثانيه بتلعب، الفرقه الضعيفه بتاخده للريتم اللي هو عايزاه، فاللي بيبقى ماتش وحش ويبقى. لكن انا في اعتقادي انك الخصم مش بالمستوى لو هم بيتكلموا كده، لا ده انا قوتي كمان ان انا بسيطر وان انا بكسر الحته ديت، ان لا انا اللي بدوس عليه، لان نادي الوداد مش نادي صغير. لا لا يعني مع لا نادي لا الوداد لا من لا افضل الانديه على مستوى افريقيا، ونادي عنده شخصيه البطل كمان. فانك حتى لو الوداد شايفين ان هو لا اصل الوداد مش مستواه، طب ما يحسب للنادي الاهلي ان هو ركز كويس وان هو حضر كويس وانه ما شوف انت انت قلت ايه؟ انا اهم حاجه بالنسبه لك فرقتك، ما بتبصش على المنافس. انت احترمت المنافس بما فيه الكفايه، احترمته واديت معاه مباراه كبيره جدا، وهو حتى في مباراه العوده هم نفسيهم جايين وكان عندهم طموح ان هم ياخدوا يعني ياخدوا منك البدايه. لكن يعني التوفيق بتاع ربنا وانت تركيزك في بدايه المباراه واللعب على الكوره ادالك الافضليه كمان. انت يعني السيطره على الملعب واللعب الايجابي والتحرك اللعيبه وانك انت ما عندكش، يعني عاوز اقول لك ايه، ما فيش نجم، فريق واحده يعني ده دي من الحاجات اللي هو يعني اعتقد بيلعب عليها موسيماني.